ما درجة حديث من صلى الفجر في المسجد وظل فيه حتى طلعت الشمس قد رمح فله أجر حجة عمرة أو كما قال تعالى؟ ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه معاشه في ثلاث نظر وليس بذات معروف الصحة، ولكن كل مدة طويلة بعض طلب عندنا جمع طرقه وتتبعه بمظانه، وحتى الآن لم يتم هذا الشيء، ولعلي أذكر بنفسي هذا ويقول هذا إن شاء الله في جمعة الأخرى بإذن الله إن شاء الله. أما الثابت والمحفوظ فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وضوءا حسنا في مصلاه يدعو الله ويذكر سبحانه وتعالى. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت حديث عمرو بن عبسة النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة. هذا يدل على أن يشرع الصلاة بعد طلوع الشمس كطلوعها، إذا جلس في المسجد يشرع له أن يصلي قبل الخروج بعد طلوع الشمس، وهكذا في بيته صلاة الضحى. وإذا كانت صلاته بعد طلوع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل، فإن صلاة الأوابين حين يشد الضحى يعني تمر في صالح حين يشد الضحى ويرتفع النهار. نعم.